السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة فن ميكس بالعربي. الحب ما يعرفش فروق، لا غني ولا فقير، ولا الفروق الطبقية. ده اللي هنعرفه من فيلمنا النهاردة، فيلم صوت الحب، ببطولة الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، الفنان حسن يوسف، الفنان عماد حمدي، الفنانة حياة قنديل. بتبدأ أحداث فيلمنا على محسن اللي هو حسن يوسف، كان في مؤتمر الأطباء وكانت معاه حبيبته بطلة فيلمنا. وهو داخل هو وهي الفندق، كان فيه 2 رجالة قاعدين في الهول بتاع الفندق. بعد كده بيقول له مين اللي مع محسن ديت؟ قال له معرفش. راح سأل موظف الاستقبال مين اللي مع دكتور محسن؟ قال له دي خطيبته. قال انا لازم اتصل ببورعي بيه عشان هو خاطب بنته. صاحبه قال له، صاحب الراجل دوت قال له وانت هتتصل بيه ليه؟ قال له ده اخر زمن، شبان اخر زمن، خاطب واحدة هناك وبيعرف واحدة هنا. بالفعل بعت جواب لبرعي بيه. برعي بيه كان الفنان حسن مصطفى قعد يتكلم وكان متضايق جدا ويقول خطيب بنتك يا هانم عمال لافف على حل شعره في البلد مع بنت تانية. بعد كده برعي بيه حمى محسن، اتصل بعبد الشكور بيه والد محسن وقعد يقول له ابنك عايز يبهدل بنتي، ابنك خاطب الممرضة بتاعته. وقعد يزعق برعي بيه في التليفون لعبد الشكور بيه ويقول له انا جاي لك دلوقتي. قال له طيب ما تزعلش نفسك تعالى. بعد كده برعي بيه اللي هو الفنان حسن مصطفى ركب العربية بتاعته، لقى بنته شيري جاية، كانت راكبة دراجة، بتقول له على فين يا بابي؟ قال لها تعالي نشوف بلاوي خطيبك. راحوا الفيلا بتاعت والد محسن، لقيت اخوه كانوا عاملين حفلة ديسكو كده، قالت له هلو سامي، قال لها هلو ميرفت. وراحوا داخلين عند والد محسن علشان يحكوا له المشاكل اللي ابنه عاملها. دخل برعي بيه يقعد مع عبد الشكور بيه والد محسن، وكان لابس عبد الشكور بيه اللي هو الفنان عماد حمدي بدلة التشريفة بتاعته. بعد كده قعد معاه وقعد يكلمه ويقول له الحق ما يزعلش عشان انا عايز الفلوس بتاعتي، عشان ابنك محسن داير على حل شعره مع البنت الممرضة اللي معاه بتاعته وسايب بنتي وانا عايز كده فلوس. رد عليه عبد الشكور بيه ابو محسن وقال له طب شوية شوية عليا وانا هرد لك الفلوس. قال له هترد 20,000 امتى؟ انا كنت مديهم لك سلف علشان النسب اللي بينك وبيني. بدأ عبد الشكور بيه والد محسن يقول لبرعي بيه اللي مكتوب عندي 12,000 جنيه بس. قال له ونسيت الفوائد بتاعتهم. كان الشغال اللي عند عبد الشكور بيه لمعي اللي هو الفنان سعيد صالح واقف كل ما التاني يتكلم كلمة يعلق عليه يقول له هتاكلها ولا انت حرامي. قعد عبد الشكور بيه يقول للمعي اللي هو سعيد صالح وطي صوتك يا لمعي احنا بنتكلم. قعد والد محسن يحاول يهدي برعي بيه حما محسن ويقول له هدي نفسك شوية يا برعي، لما يجي محسن احنا هنحل الامور ديت ودوت طي الشباب وانا اقدر ان اخلي ابني يتجوز بنتك والامور هتمشي كلها طبيعية. بعد ما مشي برعي بيه بعد ما هداه والد محسن اللي هو الفنان عماد حمدي، قعد بقى عبد الشكور بيه اللي هو عماد حمدي يقول الأدوية، وقاعد والخدم عمالين يدوا له الأدوية، دواء الضغط، دواء الروماتيزم، دواء القلب، وكان عمال ياخد الأدوية واحد ورا التاني. بعد ما والد محسن خد الأدوية بتاعته والحقن بتاعته وقف قدام صورة والده وعمال يتكلم يقول أنا عبد الشكور ابن الزنكلوني باشا، يحصل لي كل دوت بعد ما كانت عندي فدادين لا تعد ولا تحصى. راح نادي ابنه دخل التاني وقعد يقول له في حاجة يا بابا؟ قال له خد اكتب تلغراف لأخوك علشان يبعد عن البنت الممرضة اللي ملمومة عليه. أخو محسن قال لبابا اكتب له ايه في التلغراف أو في الجواب؟ قال له قول له يرجع بسرعة عشان يتجوز بنت برعي بيه. راح أخو محسن كتب فقرة فقهية كده ارجع فورا عشان تتجوز برعي بيه. أبوه قال له إيه اللي أنت بتكتبه دوت؟ قال له مهما تفرقش البنت زي أبوه. بعد كده بيجي مشهد على محسن في مشاهد بديعة جدا، مكان أثري، وكانت بتغني له الممرضة اللي هي وردة الجزائرية اللي هو بيعشقها أغنية مالي وأنا مالي وأنا مالي بالأحزان وأنا مالي. محسن كان بيتراقص معاها على الغنية الجميلة البديعة اللي كانت بتغنيها الممرضة بتاعته اللي هي الفنانة وردة الجزائرية. بعد ما قعدوا يتراقصوا كانوا مستمتعين جدا في الطبيعة الطلق والهواء الطلق اللي هم فيه. راحوا الفندق وبدأت إن هي بتطلب المفتاح بتاع الغرفة بتاعتها، لكن الموظف اللي في الريسبشن اداها المفتاح بتاعها وكمان اداها جواب قال لها دوت لدكتور محسن. بدأت ان هي بتفتح الجواب الموجود في ايديها وتشوف ايه اللي مكتوب فيه، وهي بتقرا الجواب لقت ان بابا محسن كاتب له ابعد عن البنت الجربوعه الممرضه اللي شغاله معاك دي، جربوعه ومش من وسطنا.
وكمان كان كاتب له ارجع فورا علشان تتجوز بنت برعبيه. منى زعلت لما قرأت الكلمات دي في الخطاب اللي والد محسن بعتها له، راحت قافله الجواب وراحت موظف الريسبشن وقالت له خليه عندك الجواب انت تديه للدكتور محسن انا يمكن اخرج. وكانت زعلانه جدا وهي راجعه، نازل محسن من على السلم وراح نادى عليها قال لها منى. محسن وهو على السلم قال لها منى قولي لي مبروك، البحث بتاعي اتقبل، ولقاها زعلانه ومساهمه فبيقول لها مالك في حاجه حصلت ضايقتك؟ قالت له لا ابدا بس تعبانه شويه. موظف الريسبشن راح نادى على دكتور محسن واداله الجواب. محسن ما يعرفش ان منى فتحته وقريته، فكانت واقفه عند سور البحر كده وعماله بتتفرج. راح جاي لها وقال لها بابا باع الجواب وبيطمني على صحته. ما قالش لمنى الكلام اللي في الجواب، هو ما يعرفش كمان ان منى فتحت الجواب وقريته. بعد كده محسن حجز لمنى تذكرة طيران من اولمبيك، وبدأ ان هو يديها تذكرة ويقول لها انا حجزت لك يا منى تذكرة السفر بس انت هتوحشيني كتير. منى ركبت طيارتها وبعد كده راحت المستشفى اللي هي شغالة فيها. الممرضة صديقتها بتقول لها مالك يا منى زعلانة ليه؟ قالت لها مفيش حاجة، والد محسن رافض زواجه مني ومش موافق على جوازنا علشان انا مش قد المقام وممرضة وكمان مش من مستواهم. ردت الممرضة صديقتها وقالت لها مالها الممرضة، هي مش انسانة؟ اشمعنى بيعرفوا قيمتها لما بيتعبوا؟ وراحت الممرضة منفعلة وقالت والله ما انا رايحه له، ده هو كان باعت لي عشان اروح عشان اقوم بعلاجه. راحت منى قالت لها نعم هو كان باعت لك؟ راحت رد عليها الممرضة صديقة منى وقالت لها ايوه هو كلم دكتور حمدي وطلب منه ان في ممرضة من عندنا من الطاقم بتاعنا تروح له. قالت لها كده؟ راحت منى قالت لها طب خلاص بلاش تروحي له انا اللي هروح له. الممرضة صديقة منى قالت لها هتروحي انت؟ طب ناوية على ايه وهتعملي ايه؟ قالت لها لا حاجة بسيطة بس انا عايزة افهمه ان الدنيا اتغيرت. الممرضة قالت لها طب اشرحي لي ازاي؟ قالت لها بعدين هتعرفي كل حاجة. وكالعادة القصر بتاع عبد الشكور بيه اللي هو الفنان عماد حمدي والد محسن كان فيه الموسيقى الصاخبة دايرة، وبنته كانت حياة قنديل، وابنه كمان محمد العربي كان طالع ابنه برضه وكان موجود. جه حبيب بنته، حبيب بنت عبد الشكور بيه اللي هو الفنان اشرف عبد الغفور، كان في شبابه كده، وكانت بنت عبد الشكور بيه بتحبه وجت سلمت عليه وقالت له ازيك يا امين عامل ايه، وطلبت منه ان هو يكلم باباه في موضوع خطوبتهم. قال لها ربنا يستر. قالت له لا جمد قلبك وخش كلمه. وامين قعد يكلم سلوى اخت محسن ويقول لها انا بتمنى الساعه اللي نبقى فيها مع بعض وباباكي وافق وتبقى في بيتي. دخل امين يتكلم مع عبد الشكور بيه اللي هو عماد حمدي. لا متضايق بيقول له مالك؟ قال له ابني محسن يا سيدي عاوز يتجوز بنت ممرضه كده هلفوته. هو حس كده ان يبدا في فوارق الناقصه هتتحكي وقعد يقول له طب وماله لو بيحبها خلاص؟ قال له ازاي الكلام دوت؟ احنا من عاداتنا ان احنا ما ناخدش حد اقل مننا. عبد الشكور بيه من كلامه وبان ان هو كمان رافض انه يتجوز بنته لحد حتى لو من مستوى متدني حتى لو كان سفير. حس امين ان هو كده مش هينفع يطلب الطلب من عبد الشكور بيه في الوقت دوت، لان هو بيطمح وبيامل لابنائه حد يكون من مستوى بشوات وسلالة بشوات ما يكونش حد عادي كده. وراح مادد ايده عشان يسلم على عبد الشكور بيه، لكن عبد الشكور بيه راح عامل له كده على حرف ايده وقال له استاذن انا، قال له مع السلامه. خرج امين عشان يكلم سلوى اللي هي الفنانه حياه انجيل وقال لها احنا لازم نصبر شويه باباكي شكله كده متضايق دلوقتي ومش موافق وعاوز يرتبط من اسر عريقه. في الوقت دوت كانت الموسيقى شغاله في الجنينه بتاعت الفيلا، وكمان جت منى بالشنطه بتاعتها علشان تعيش دور الممرضه في قصر عبد الشكور بيه. دخلت منى من باب الفيلا ولقيت عبد الشكور بيه كان حاطط فوطه كده على رجله عشان كان وقعت حاجات على بناطيله. وبعد كده قعدت بتقول فين عبد الشكور بيه؟ قال له اتفضل بقى رد عليها قول لها فين عبد الشكور بيه. راح هو بص لها قال لها اللي واقف قدامك دوت، وكان لافف الفوطه والبشكير على وسطه. قعدت منى تقول لهم خلصوني بقى قولي لي فين عبد الشكور بيه، وبدا عبد الشكور بيه جابت له الخدامه زهره البنطلون وبدا ان هو يلبسه. بدأ عبد الشكور بيه يتكلم مع منى ويقول لها أنا صاحب السرايا ديت وصاحب 500 خدام بس سابقا. دخلت أخت محسن وأخو محسن باباهم عبد الشكور بيه قال لهم تعالوا سلموا على الممرضة الجديدة منى.
بعد كده محسن بعت جواب لباباه، وكانت منى واقفة نازلة من على السلم وكان متضايق جدا وعمال متضايق من الكلام اللي في الجواب اللي محسن كاتبه، فقال لها خذي اقري ابني من بجاحته كاتب ايه. خدت منى الجواب وتقربه على انفها وتشمه، وفرحانه جدا بالكلمات المكتوبه في الجواب ان هو مش قادر يبعد عن الممرضه اللي بابا بيقول له ابعد عنها، وكانت مبسوطه جدا لما قرأت الكلمات الجميله وعرفت فعلا ان محسن بيحبها من الكلمات الجميله اللي بعتها لباباه. ومحسن ما يعرفش على فكره ان منى جت عند باباه في القصر، وان هي شغاله في وبتمارس مهنه التمريض عند باباه، فكده صدقت ان هو فعلا بيحبها لانه باعت في الجواب كلمات ان هو بيحب منى ومش هيقدر يستغنى عنها. فكانت فرحة منى شديدة جدا وهي بتقرا الجواب بتاع محسن انه كاتب انه بيحبها قوي قوي، وكان كاتب في الجواب انه نفسه يوافق باباه على الزواج من منى ويحقق رغبته. بدأت منى بعد قراءة الجواب بتقول لباباه شوف هو عاوز ايه، يمكن عنده رؤية تانية، لكن قعد يقول لها البنت ضحكت على عقله والبنت ضحكت عليه. وقعدت منى تقول له ما تحكمش عليها، شوفها الاول بس وبعدين احكم، يقول لها انا هشوف ايه. بعد ما منى خلصت كلام مع بابا محسن خرجت وغنت اغنيتها الجميله اشتروني واعرفوا، كانت اغنيه جميله جدا. بعد كده منى بدات تهتم بعبد الشكور بيه ابو محسن عشان تحاول تغير فكرته عن الممرضات وعن الناس البسيطه، ان مش الغنى بس هو اللي بيحدد شخصيه الانسان او بيخليه كويس او وحش. على النحو التاني كان محسن كل يوم يبعت جواب على المكان اللي شغاله فيه منى، صديقتها الممرضه اللي زيها كانت توصلها قرابه 10 جوابات ومش عايزه تبعت لمنى ولا تقول لها ان هو بيبعت جوابات. وكمان محسن ما يعرفش ان هي مش موجوده في المستشفى اللي هي شغاله فيها، وما يعرفش ان هي عند بابا. الممرض اللي موجود قعد يقول لها تعملي ايه في الجوابات ديت، قالت له لما ترجع من الاجازه هبقى اديهم لها. منى بقت تهتم بعبد الشكور بيه والد محسن وتفتح عليه الشبابيك وتدخل في اوضته الشمس والهواء، وهو كان بيتضايق جدا وحاسس ان الامراض ملياه. فكانت كمان بتدخل ورد الاوضه ويقعد يقول مين اللي جاب الورد ده هنا، تقول له انت لازم تعيش الطبيعه وتحس انت مش عجوز للدرجه وما تحسش بالامراض عشان الامراض ما تدبش فيك، عشان تحاول تغير فكرته وتخليه يحس بالدنيا وبالسعاده. عبد الشكور بيه بقى يخرج في الشمس ويتمشى احسن من الاول لما كان ما يخرجش من اوضته كتير، بقى يخرج في الهواء الطلق وفي الشمس. وكمان راح المزرعه عند عبد الموجود اللي هو الفلاح اللي عنده اللي ابنه بيحب بنته سلوى، وكان واخد قفصين من الطيور. وجي مشهد تاني على منى وهي بتغني اغنيه رحاله في وسط الموسيقى الصاخبه. بعد ما منى غنت اغنيه رحاله كان في شاب من اللي واقفين في الغناء جاي بيقرب منها وعاوز يحضنها، لكن اخو محسن اتصدى ليه وضربه وقع على الارض. وكان اخو محسن بدا يهتم بمنى ويعجب بيها، وجات هي بتغير له على ايده بصفه ان هي ممرضه وقال لها انا بهتم بيكي وانت لازم تهتمي بيا. قالت له لو كنت بتهتم بيا صحيح خلي بالك من دروسك. هو ما كانش يعرف ان هي حبيبه اخوه، وهي كمان كانت بتحاول تبعده عنها بطريقه مهذبه. بيجي عبد الشكور بيه ابو محسن اللي هو الفنان عماد حمدي ومعاه سعيد صالح وشايل قفصين الفراخ، وبيقعد يقول لمنى بيلاقيها نازله من على السلم وبيقول لها شايف النتيجه وبيخبط على صدره يعني انا صحتي بقت كويسه. بتبدا منى تسقف وتقول له برافو الحمد لله انت صحتك كويسه. بعد كده بتخش منى تغلي الحقن عشان تديها لعبد الشكور ابو محسن. بتدخل المطبخ بتلاقي الخدامة اللي بتحب لمعي وبتقول لها انت قد كده بتحب لمعي وبتغيري عليه، بتقول لها ايوه بحبه، بتقول لها امال ما اتجوزتوش لغاية دلوقتي ليه، بتقول لها عشان الفلوس. راحت رد عليها منى وقالت لها يعني اللي معطل جوازكوا الفلوس. راحت منى قالت للشغالة اللي بتحب لمعي اللي هي عزيزة كانت طالعة الفنانة عزيزة راشد، راحت قالت لها يعني اللي معطلكوا الفلوس، قالت لها ايوه اللي معطلنا الفلوس، قالت لها ولا يهمك انا محوشه كام جنيه كده هديهم لكم، ما يبقى معاكي يبقى ردهم لي. بعد ما غلت الحقن وخرجت من المطبخ وهي خارجه بصت لقيت محسن جه اللي هو الفنان يوسف حسن يوسف، بيبدا ان هو يقول لها ايه ده، وهي ما شايفه ماسكه الحقن بيقول لها ايه ده وانت هنا، قالت له ما تزعقش وما تعليش صوتك محدش يعرف انها الممرضه اللي انت بتحبها. قعد يقبل فيها ويحضنها وهي تقول له ده شويه لحد يشوفنا. زهره الشغاله خرجت وقعدت تزغرس وقالت له الحمد لله على السلامه يا استاذ محسن. ابوه بقى عبد الشكور بيه نازل من على السلم اللي هو الفنان عماد حمدي،
وقعد يكلمه ويقول له الحمد لله على السلامة يا سي محسن. حسن يوسف اللي هو محسن رد عليه وقال له بابا، وجاي يقرب من ناحيته عشان يحضنه، قال له لا خليك عندي. قعد محسن يقول لي بابا ما شاء الله ما شاء الله صحتك بقت كويسة. بدأ عبد الشكور بيه اللي هو عماد حمدي ينده على منى وهي نازلة على السلم، يقول لها منى تعالي. أما منى نزلت من على السلم وهي واقفة، قعد عبد الشكور بيه يكلم ابن محسن اللي هو حسن يوسف يقول له ادي البنات ولا بلاش، مش زي انت بتحب بنت هلفوته. منى راحت باصه كده وموطيه في الارض وراحت ماشيه. اخو محسن حس ان هي اللي هو الفنان محمد العربي حس ان هي خدت على خاطرها، حاول ان هو يروح وراها عشان يطيب خاطرها. قعد محسن يكلم باباه ويقول له ما فيش داعي للكلام ده دلوقتي يا بابا. قال له لا في داعي ونص، ازاي واحد ابن حسب ونسب زيك يتجوز بنت جربوعه. قعد محسن يكلم باباه ويقول له يا بابا الدنيا اتغيرت، لكن باباه قال له سيبك من الكلمتين اللي هتقولهم دول. بدأ محسن يحاول يقنع باباه، لكن باباه كان مصمم على رأيه. طلع ورا منى وقعد يقول لها أخليكي هنا، وجودك هنا هيسهل من إقناع بابا بجوازي منك. ردت منى عليه وقالت له أمرك، وبدأ محسن يقول لها أنا عايز أشوفك كتير، أنا مشتاق لك كتير. وبكده بيكون بابا محسن معجب بيها واخو محسن معجب بمنى. بعد كده بيجي مشهد واخت محسن اللي الفنانة حياة قنديل كانت بتقابل الشاب اللي هي بتحبه ابن الراجل الخولي بتاع العزبة بتاعتهم. وكانت منى بتبص كده من الفرندا لقيته قاعد معاها هو وهي على ترابيزة. اخت محسن كانت قاعدة مع الشاب اللي بتحبه، وبعد كده راحت نازلة بسرعة علشان تقابلهم وتتكلم معاهم. كانت اخت محسن بتكلم الشاب ده وبتقول له اخويا محسن جه، دي فرصة كويسة ان انت تطلب ايدي منه وتخليه يحاول يقنع بابا ان الزمن اتغير وان مبقاش فيه الفوارق الطبقية اللي بين الناس دلوقتي. الانسان بعمله بشهادته مش بحسبه ونسبه. بتنزل منى الجنينة وبتقول لأخت محسن يلا بسرعة، محسن جاي على هنا يلا هربوا بسرعة. قال لها شكرا يا أنيسة، قالت له مش وقته الكلام ده يلا بسرعة هربوا. وراحت واقفة جنب الترابيزة. راح جاي محسن عليها وبيقول لها أنت كنت بتكلمي مين؟ قالت له لا أنا ما كنتش بكلم حد. راح محسن ردد عليها وقال لها أنا كنت سامعك بتكلمي حد. قالت له لا ما فيش حد كنت بكلمه. جاية بتقول له طب أنا ماشية، قال لها لا خليكي اقعدي معايا شوية. تاني يوم محسن قعد مع منى وقال لها انا لازم اقعد اتكلم معاكي ونشوف لنا حل الموضوع دوت، احسن البنت اللي بابا خطبها لي بابا جاي بكره وهيشوفوا هيحددوا ايه. انت اتغيرتي من ناحيتي ولا ايه؟ بتحبيني ولا لا؟ قالت له لا لسه بحبك زي ما انا يمكن كمان اكتر. وبدات تغني اغنيتها في الفيلم لا الزمان والمكان قدروا يغيروا قصه حبنا. وبقيت الاغنيه بحبك ولا بحبك قد العيون السود بحبك. بعد كده تاني يوم جه برعي بيه ومعاه بنته اللي هي المفروض خطيبة محسن. وبدأ شكري أبو محسن يقول له نورتنا برعي بيه. وبدأت العروسة تسأل ميرفت تسأل محسن وتقول له هتعرف ايه اللي قول لي يا محسن تعرف ايه عن الموضة. بدأ باباها برعي بيه يقول لها اللي هو الفنان حسن مصطفى بلاش الكلام في الموضوع ده الموضة بره، وقعد يتكلم ويقول لها لما تسافري تقضي شهر العسل في باريس هتلاقي كل حاجة وكل الموضات اللي انت عايزاها واللي بتحبيها. منى جت وهم قاعدين بيتكلموا وكانت ميعاد الدواء هتديه لبابا محسن. وجي اخو محسن اخو حسن يوسف يعني في الفيلم وقط عليه كده وقال له انا بحبه ومستايل. قال له خدها امريكاني. قال له يعني اخدها امريكاني؟ قال له يعني تاخدها بوسه على غفله. بعد كده قعدوا على السفره عشان يتغدوا. ابو محسن اللي هو الفنان عماد حمدي في الفيلم اللي هو شكري بيه قعد ينده ويقول يا انسه منى يا انسه منى. راحت مفروض خطيبة ميرفت خطيبة محسن قعدت تقول له طب حضرتك عايزة في ايه؟ قال لها عشان تيجي تاكل معانا. راحت ميرفت كانت رخمة في طريقتها وفي اسلوبها، قالت له ايه ده انتوا متعودين ان هي بتيجي تقعد معاكوا على الاكل؟ قال لها اه هي كل ما بتقعد معايا بتفتح نفسي على الاكل. قعدت بقى تحصل مواقف كوميدية وهم بياكلوا. لما برعي بيه بقت يعطس واللي بيقرب منه لمعي صينية الأكل، وكمان العروسة ميرفت لما الباروكة بتاعتها شبكت فيها حاجة زي سنارة كده وراحت الباروكة واقعة قدامها في الطبق. كلها كانت مواقف كوميدية بتحصل.
بقى لمعي وفي ايده الباروكه، يبص المحسن ويقول له يعني اتصرف ازاي في الباروكه ديت. وكانت العروسه ميرفت مش دريانه ان الباروكه وقعت من على راسها، لابسه فرده الشراب الفليه على راسها. وكان لمعي اللي هو الفنان سعيد صالح عمال يبص المحسن ويقول له يعني يشاور له كده يعني اعمل ايه، يروح محسن يشاور له بايده يعني لبسها لها على دماغها. لكن لمعي بدل ما يلبس ميرفت الباروكة راح ملبسها لأبوها برع بيه، في موقف مضحك جدا إن شكري أبو محسن قاعد يبص كده ومستغرب من المنظر. لكن محسن قاعد يضحك على المنظر دوت وبرع بيه لابس الباروكة على راسه. منى أصبحت كل بيحبها في البيت، وثبتت بجدارة إن هي مش أي ممرضة، إن هي إنسانة محترمة محترمة، مش بالشغل بتاعها ولا بالمستوى العائلي بتاعها ولا المستوى المجتمعي بتاعها. منى عرفت بحب أخت محسن لابن الخول الجنينة اللي عندهم، وبدأت إن هي تقول لها لا خليك أنت ما تروحيش، أنا اللي هروح أقابله. وبالفعل كان مستني أخت محسن هي اللي تيجي، لكن اتفاجئ إن منى هي اللي رايحاله. فراح بدأ الشاب مضطرب كده وقال لها انت اللي جيتي؟ قالت له اه، يعني انت كنت مستني سلوى، وسلوى حكيت لي على كل اللي بينكم. قالت له انا جيت اتكلم معاك الاول واعرف رأيك، هو انت بتحب سلوى؟ قال لها طبعا بحبها. بدأت منى تكلمه وتقول له طب ليه ما بتتقدم لهاش عشان تخطبها؟ قال لها انت عارفه عبد الشكور بيه، عايش بعقلية زمان ومتطلع وعايز حد من حسب ونسب. لكن منى بدأت تتكلم مع الشاب وتقول له انت لازم تتقدم ولازم تقف ولازم تقنعه وتورينه الانسان بعمله مش بسلالته ولا بحسبه ولا نسبه، ولازم بعمله وهو وصل لايه وبقى ايه، وازاي ان هو انسان شريف ومحترم. بدأ الشاب يقول لها انا لمحت له قبل كده. راحت منى ردت عليه وقالت له على ايه التلميح؟ انت لازم تثبت لسلوى ان انت بتحبها وتتقدم لها بشكل رسمي. راح رد عليها الشاب اللي بيحب سلوى اخت محسن وقال لها النهارده هروح. محسن كان جاي بيدور على منى في المكان دوت، وماشي وعمال بيتلفت عليها شمال ويمين، لكن بص لقى برجولة عالية كده وكانت واقفة، والشاب اللي بيحب سلوى اخت محسن اللي هو اشرف عبد الغفور عمال يبوس في ايديها ويقول لها انا مش عارف اشكرك ازاي. هو ما كانش قصده حاجة، لكن هو كان بيشكرها ان هي نبهته انه يروح يتقدم لها، وان هي انسانة محترمة شافها في الوضع دوت محسن وهو تحت البرجيلة، وشاف ان الشاب عمال ابن الجناين دوت بيقبل ايديها وعمال يبوسها ولا انت وجهتي نظري انا مش عارف اشكرك ازاي. بدأ محسن يقابلها وهي نازله من على السلم بتاع البرجيله، وبدأ ان هو يقول لها انا بابا كان عنده حق، انا عارف انت بقيتي كنت بتتهربي مني ليه، لكن بابا عنده حق. هي اللي جايه توضح له وجهه نظرها وتقول له يا محسن افهمني انا هحكي لك، لكن محسن ما ادهاش فرصه تتكلم، بس راح قعد يقول لها يا خساره يا خساره. رجعت منى عند الفيلا بتاعت عبد الشكور بيه، راحت سلوى سألتها قالت لها مالك في ايه وامين ضايقك بحاجة؟ قالت لها بالعكس امين دوت انسان محترم وكويس. وقالت لها كمان ده هو جاي يخطبك النهاردة، مبروك يا سلوى. راحت سلوى شكراها وقالت لها ميرسي يا منى عقبالك. راحت منى معيطة، راحت سلوى قالت لها مالك بتعيطي ليه يا منى؟ قالت لها دموع الفرح. بعد كده جه الحاج عبد الموجود ابو امين وسال لمعي الشغال اللي هو سعيد صالح، قال له هو البي مش موجود يا لمعي؟ قال له لا موجود. قال له طب اديله خبر ان احنا موجودين. بعد كده نزل محسن مش فاهم الموضوع، بص لقى الحاج عبد الموجود وابنه امين، فكان بيقابلهم بطريقه ناشفه شويه، وراح الحاج عبد الموجود بيقول له هو جاي يخطبها يا ابني؟ قال له كمان جاي يخطبها، محسن قصده على منى لكن هم كان قصدهم على اخته سلوى. رد محسن برضه هو مش فاهم الموضوع وقعد يقول له احنا ملناش دعوه بيها، هو بيحسب هما جايين يخطبوا منى، لكن الحاج عبد الموجود برضه ما كانش فاهم الموضوع وقعد يقول له اهدى يا ابني احنا في بيتك. راح ردد عليهم محسن قال لهم وانا كمان سايب لكم البيت وماشي. بدأ الحاج عبد الموجود يطلب ايد سلوى لابنه امين، وبالفعل عبد الشكور بيه اللي هو عماد حمدي قال له ابنك مهذب والفراغ بتاعته كويسه وهو ليه مستقبل، قال له يعني نقول مبروك؟ قال له ايوه نقول مبروك. كانت سلوى واقفه على طرف زين السلم بتشوف الكلام وبتسمعه، جريت فرحانه عشان تعرف منى ان بفضلها جه امين وخطبها وكمان باباها وافق. دخلت سلوى اوضه منى وقعدت تنده منى منى، ما لقيتش منى، كان محسن واقف تحت في الجنينه بتاعت الفيلا.
طلع محسن من جنينة الفيلا وقعد يكلم ابوه ويقول له انا موافق على جوازي من ميرفت. ابوه قال له ايوه كده عين العقل يا ابني، كويس ان انت بقيت عاقل. كانت منى واقفه وسامعه الكلام ده، وكان ظاهر عليها علامات الحزن والزعل ان محسن خلاص غير فكرته عنها وان هو عاوز يرتبط بميرفت. بعد كده شكري ابو محسن اتصل ببرع بيه وقال له خلاص احنا عايزين نحدد ميعاد جواز ميرفت ومحسن، شوف الميعاد اللي يناسبك ايه وقول لنا عليه. وكانت المفاجأة لمحسن ان باباه قال له بالشكل دوت بعد ما خلص المكالمة مع برع بيه، قال له بالشكل ده نقدر نعلن الخطوبتين في يوم واحد. قال له خطوبتين مين؟ قال له اختك وانت. قال له اختي هتتجوز مين؟ راح ابوه رد عليه وقال له انا نسيت اقول لك، امين ابن عبد الموجود جه وطلب ايد اختك. راح اتفاجئ محسن بالكلام دوت وقال له سلوى كان جاي يخطب ايد سلوى؟ قال له ايوه. راح قعد يقول له الف مبروك يا بابا، وظهرت عليه علامات الفرح ان امين ما كانش جاي يخطب منى بس كان جاي يخطب سلوى. وبدأ شكري بيه يقول لابنه محسن يبقى بعد كده ما فاضلش غير انا. قال له انت كده كمان عايز تتجوز؟ قال له اه انا عاوز اتجوز منى، انا اللي شفته منها افضلها على بنات الدنيا كلها. بعد محسن يبص له بصات كده يعني قال يا بابا. وقعد كمان يتريق على ابوه ويقول له بس دي بنت هلفوته جربوعه مش من وسطنا. راح ابوه قعد يرد عليه ويقول له انا ما اسمحلكش تقول على منى كده. راح محسن قال له مش ده الكلام اللي انت قلته على منى؟ قال له لا انا مش ممكن اقول على منى الكلام ده. راح محسن رد عليه وقال له ونسيت التلغراف اللي بعتهولي وانا في المؤتمر؟ قال له ايوه انا قصدي على البنت الممرضه اللي كانت معاك وكلت عقلك. راح رد عليه محسن قال له البنت الممرضه اللي انت ظلمتها دي تبقى منى. راح ابوه قال له انا مش فاهم حاجه، لما منى كانت معاك في المؤتمر ايه اللي جابها هنا؟ محسن بدأ يوضح له اختلاف وجهة النظر وقال له منى قرأت التلغراف بتاعك فجت تثبت لك ان هي بنت كويسة ومن اصل كويس ومش كل حاجة العيلة والحس. ابو النسب منى بعد كده راحت كاتبه جواب وقالت لهم انا كنت سعيده وانا قاعده معاكم وحسيت ان انتوا عيلتي. وبعد كده دخلوا يندهوا عليها عشان يوضحوا وجهات النظر ويكلموها ويقولوا لها ان احنا موافقين على محسن، وكمان اخو محسن كان معجب بيها لكن لما عرف ان اخوه بيحبها الاول وان هي كمان بتحب اخوه بارك لاخوه. لما دخلوا الاوضه لقوا سايبه الجواب وبتقول لهم انا فتره اللي قعدت معاكم فيها كنت سعيده جدا. وبدأت إن سلوى تعيط لما عرفت إن منى مشيت وإن هيخسروا منى، ومنى إنسانة جميلة ومحترمة. بعد كده منى نازلة بشنطتها وهي ماشية عند البحر كده في وسط الزرع، جالها أمين وقعد يقول لها أنسة منى أنت رايحة فين؟ أنت باين عليكي زعلانة وحصل حاجة ولا إيه؟ قالت له لا مفيش حاجة بس لو سمحت ما تقولش لحد إن أنت قابلتني. قال لها حاضر تسمحي لي أوصلك. بعد كده جه برع بيه عشان يحدد معاهم ميعاد الفرح بتاع محسن على ميرفت وبقى يتكلم مع محسن، لكن محسن قال له اندغها انا مش عايزها. قعد برع بيه يقول لعبد الشكور ابنك اتجنن يا عبد الشكور؟ قال له لا ده بالعكس عقل. قعد عبد الشكور يقول له ده عقل ان هو هيسيب بنتك وبراحته بقى. راح برع بيه قال له طب قبل ما يتجنن ويعمل كده ويتهنى بالقصر الفارغ دوت والفخم ده ادفع الفلوس اللي عليكم. رد عليه عبد الشكور بيقول له ما عنديش ادفع وقدامك القصر اهو. وقال له يا اخي طز فيكم في القصر. وقعد برع بيه يقول له خلاص طالما الموضوع كده احنا هننفذ الحجز. وبداوا يلموا اغراضهم وشنطهم علشان يمشوا من القصر ويسيبوه. فضلوا الحب والناس البسيطه على القصر الفاره الكبير. بدأ الحجز على القصر، وكانت الناشين بتاعت شكري بيه بتتعرض وكان تمنها 70 جنيه. الخدامة زهرة بدأت تطلع 70 جنيه اللي حلتها علشان تنقذ الناشين بتاعت سيدها وتروح تديها له هدية عشان ما خلصهاش ان هي تتباع في الحجز. بعد كده بيتركوا القصر بعد ما تخلوا عنه عشان الاخلاق وعشان عرف
عبد الشكور بيه ان في ناس ما حيلتهاش فلوس لكن حيلتها اخلاق ونقية ونظيفة، خرجوا من القصر عشان ما فيش قدامهم مكان يروحوه غير المكان بتاع حاج عبد الموجود، المزرعة بتاعته بتاعت الدواجن بتاعت امين، وبالفعل ركبوا سياراتهم عشان يروحوا المكان دوت. امين قال لهم انتوا ما تيجوا عندي تنوروني على راسي، والراجل كان برضو راجل محترم واثبت ان الناس الاصيلة نقية ونظيفة، وراحوا عنده في المزرعة. بدأ امين يقول له انا عارف ان انت زعلان عشان منى مشيت، انا لسه موصلها هنا فعلا عند تلة البحر، كانت منى بتغني اغنية مستحيل، هو اللي بينا كان شوية، فيلم صوت الحب من الافلام الجميلة اللي ما تقدرش الذاكرة السينما تنساها، فيلم من الافلام الروعة وفوق الروعة كمان. تابعونا في ملخصاتنا في فن ميكس بالعربي، انا اقدم لكم ملخصات كثيرة مبهرة تسعدكم، واي ملخص تحبوا تعرفوا عنه ابعتوا لنا في التعليقات ان شاء الله. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.